لحظة خروج الكابتن محمود الخطيب من اعزاء والد اللاعب وليد سليمان. البقاء لله يا عمرو. اه بقاء لله يا عمرو. قول كلمة للكابتن وليد سليمان، وجه كلمة للكابتن وليد سليمان. بحبه وعنده بقاء لله شد حيل. شايفاك زعلان، شايفاك حاسس ان انت عايز تعيط. انا حنحني عشان بحبه. واتعاملت معاه؟ اه قول لي اخر ذكرى جمعت بينكم كانت ايه؟ الحين طبعا كنت طبعا من النادي الاهلي. ايوه. ها حمق شق خيلك وكلمت. عملت ايه بعد هزيمه الاهلي يا عم للاسف يعني؟ ما فيش اول كلام عليها خالص. بس اكيد انت كمشجع يا عم اتقلت، يعني قول لي احساسك ايه بعد ما الاهلي اتهزم؟ وايه السبب في الهزيمه؟ فرح النادي الزمالك ده وفرح النادي الزمالك، وان شاء الله الماتش الجاي ونجاها كاس افريقيا. الماتش الجاي كل سنه ان شاء الله. شايف مين السبب في الهزيمه؟ انت من وجهه نظرك؟ صاحبك بقى كهربا، شفنا لقطه كده وقع كان ايه؟ موقوف ست متوشة. موقوف ست متوشة؟ ليه بقى؟